الجلسه اللي غادير باش هاد المقر والمقارة ديال العدد من الزوار اللي تشكانين راه تحضرنا الموسم هذا اللي راه نعتبر العام هادي مهرجان ايغايا غادير باش نسوري دمسنا الجمعيه ديال نيت بكري نحاول العام ان شاء الله باش نسكريات الاضافه للمهرجان يسمى كان اللي يقال الموسم يسمى كان غير هذيك مهرجان ان شاء الله لما لا ان شاء الله ادير لكم العالميه اشكو التراث هذيك التراث ايغانا اللي دار لنت الجذور منذ تقريبا زياد من 100 سنه ايتيلي الموسماد العماد نحاولت نديفلوبي شويه باش ادازنك فيها الطبع فني اي عالمي ان شاء الله مستقبلا مع العلم انه اسم كانتني كان جزء من 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 الثقافه الامازيغيه غير المنطقه نسوس اي الموسم اللي دار الا تقريبا غير كلي سني ما يزيد على 100 سنه نفاتيد عقلتيد عقلنتيد لجدودنا عقلنتيد لوالدينا العماد نحاول نسلم مجهودات ديال الوسطف نسلم مجهودات المجموعه الاخوان اللي حاولني العماد ان شاء الله باش نكفي الطبع الفني الفيستيفالات باش يتمتع الجمهور اللي الوافد اللي ديت اش كنسمى الموسم هذا كريكا تسكواس ديال الجاليه المغربيه اللي ديما تسين رجا باش تحضري الموسم هذا غماس مدينه التشاره الجهاديه العماد غير كلي سني بالتعاون سلم جهودات ديال الوسطف اللي خدمن فما سنكر المسائل اللي كانين فنيه باش تكينت اضافه الى الموسماد اللي غرتي لي هي الحفل الاختتامي قبل بعدا تسكر ندوه صحفيه تسكر معرض الالات الموسيقيه تسكر الحضور لمجموعه من الباحثين اللي حاضرين الحفل الاختتامي ان شاء الله ركزي لي عده فقرات ركزي لي عده فقرات فنيه اكلس رديتنا غير حاضر المعلم حميد الدقاقي اللي دوش كان غل مدينه فاس الفنانه هند المعيره اللي دوش كان غل مدينه الصويره اللي دا مجموعه تيت بكري فيزيون دا يلمج ما بين الموسيقيين القطاع السياحي وبادير اللي قال انتروا المنطقه قلنا امازيغ نتنتني اللي ريسكر يا تلفزيون ديال مجموعه نايت بكري اللي سنتمنى الخير هذا كله سر فرح الساكنه مدينه التشيره دا الجمهور اللي راه ديش كيحضر الحفله كاتينا غير نتلعب دواسين نقدم دواسين كذا هي مالا كلشي المهم نبدا كذا نتعلم من مصي من حدا 5 سنين كتلعب حدا مثلا في قناه بكاوي تلعب ميكسي ميكي قال لي حنا بقونا حكم فيك انا عسكر طالب قاد نحي بولكين كذا في الشجن نمصي ميكي المعلومات تاع الدواسين مع تاع راح يصغان دخل عبد الله بكاوي انت انا راح يملا مشكل الحاج شي ملاح الغناي ملاح مشكل الحاج انت انا ديدي حيت كاين نقول له السنه لا قبل الى الموسم ان شاء الله انت ديني حيت تقنين المهم املاح كله غير لي كان ضروري انا غير صافي نسمو انت المهم المخيري عيد بكري غادي نبداو قالنا نشكم حتى نتناس باش نسلكم الطرات هذه ايمان ياكوك نسلكم الطرات ان شاء الله ايمان ياكوك دا حسن عاش مربي المهم نسكر نحن دبرت في اللباسين لباسي تيني سمكا نضغط الصاد اذا كان قواقب كل شيء صافي مون غير هذا كان نفتو هو هذاك غير هذا مع حلو اللي كاتينا نعرف شويه غير هذا اللي بدا انتريبيتي حمسنا دخل عبد الله يملاها من شكل الحاج نسنى بعدا ما نسكر نسمى مثلا بدون نسمى مثلا كورو